بناء الوعي. يعني عايز اقول لك ايه برضو، احنا في جزء احنا ما بذلناش جهد فيه قوي، وده كان برضو نتيجه الحاله المصريه. المصريين بقوا اكثر خوفا على بلدهم، وبقى اكثر يقظه على بلدهم، وبقى اكثر توجسا على بلدهم، لان الواقع اللي حوالين مننا، الواقع اللي حوالين مننا في بلاد اخرى جنب مننا نموذج حي، نموذج حي على ان احنا المسار ده كنا ممكن يبقى كان قدرنا او يكون حظنا كده. لكن انا بقول لكم يا مصريين ان الخالق العظيم قال مصر لا. صدقوني انا بقى اذا كنت تسخف كلامي، انا اعلم بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا قال مصر لا. انتوا تخططوا، انتوا تفكروا، انتوا تعملوا كل العفاريت اللي في الدنيا، لكن مصر لا. فخلاص نجا. لكن مصر كانت رايحة تنزل من فوق الجبل، مد ربنا مد ايده سبحانه جابها من تحت كده وحطها تاني، وقال لكم خلي بالكم بقى انتم منها يا مصريين. الوعي بقى اللي انا بنتكلم عليه اتشكل جزء منه دلوقتي. لكن احنا مع ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل، كل الكلام ده بيساهم في ان هو مش يبني وعي، يبني نقاش دردشة، في منها الطيب وفي منها اللي مش طيب. امتى 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 نقدر نقول ان احنا بنينا وعي كويس؟ ادام نستطيع ان نجد نعمل بناء علمي في مدارسنا وجامعاتنا تطلع عقلية نقدية، عقلية نقدية، يعني لما يسمع كلام يفكر، يفكر بموضوعية. لو احنا قدرنا نعمل كده يبقى احنا عملنا حاجز، عملنا سياج ما بين المخاطر اللي احنا خايفين على بلدنا بيها، وده اللي هيحميها مين؟ وعي المواطن والمواطنه. دي النقطه الثانيه. طب هل الدراما ممكن تعمل ده والاعلام؟ طبعا. لما تجيب النهارده تعمل مسلسل زي الاختيار او غيره، ده جهد اعلامي تقعد تتكلم فيه 3-4 شهور ما يحققش النتيجه اللي حققها المسلسل. نتفق على ذلك؟ صح، نتفق. إذا الدراما ممكن تقوم بدور في بناء الوعي، والمدرسة أيضا، وهي دي العناصر اللي بتقوم ببناء الوعي، المدرسة والجامع والإعلام وأيضا الأسرة. الأسرة، فلو احنا عرفنا نعمل تعليم كويس، والتعليم الكويس مش إنك تنجح وتجيب 90، لا. التعليم يعلمك إزاي تفكر، وحجم المعرفة اللي موجودة عندك يبقى حجم المعرفة مناسب لبكرة بتاعك. اللي احنا بنعمله ده بنيجي نصلح النهارده في التعليم، سواء في المدارس او في الجامعات، الهدف منه، الهدف منه في النهايه ان انا اقول للانسان اللي بيتعلم ده اعرف من انت، اعرف من انت. ده فيما يخص بناء الوعي. فالخطاب الديني وبناء الوعي هو ده النقطتين اللي انت اتكلمت فيهم، مش كده ولا في حاجه ثانيه؟ مظبوط.